السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم زهراء يونيك. لما كنت صغيرة كنت كائن شيطاني مجنون، ولما أتذكر هلأ أنا كبيرة اللي كنت أعمله أنا صغيرة فكر ليش أهلي هلأ محتفظين فيني. خليني أخبركم بالمرة اللي خطفت فيها أخي. قبل ما أبدأ القصة لا تنسوا تفعلوا التنبيهات عشان تصلكم الحلقة أول ما تنزل، وعشان تجاوبوا أول الناس على الرسمة اللي بآخر الحلقة، لأنك لو كنت الأول رح ثبت تعليقك. خلينا بقى نحكي عن هالقصة. نرجع لورا بالزمن لما كنت بسوريا، وقتها كنت بالصف الأول الابتدائي، وكنت روح على المدرسة مشي لأنه بيتنا مو لهالدرجة بعيد عنا. ومرة نزلت عشان روح على المدرسة ولقيت أخي اللي أصغر مني بسنة واللي حسميه جيمي بهاي القصة، كان رايح على البقالة اللي جنب بيتنا. تعرفوا لما تشوفوا حدا بالصدفة بتعطوه هذيك الابتسامة الخجولة؟ يب، هذا اللي صار بالضبط. بعد الابتسامة المحرجة لقيته حامل غراض، ومدري شو خطر عبالي هداك الوقت. قلت له هي بست، ما بدك شقليطة؟ واخدته على الفان السرية اللي فيه عصابتي وخطفته وبعته 20,000. اكيد ما صار هيك، بس هذا اللي حسيت اني عملته. بالحقيقة قلت له شو رأيك تحط الغراض بالبيت وتنزل معي بسرعة عشان اخدك معي المدرسة. وهو بكل براءة كان زي اوكي، وتم تنفيذ العملية بنجاح. بتذكر اني كتير كنت مبسوطة فيه، كأني جايبة قطتي على المدرسة، وكأنه الكل عم يسألني او ماي جاد ما جبتيه. بالحقيقة الكل كان عم يسأل مين هاد اللي جايب البيجامة. بعد ما خلصنا الطابور رحنا على الصف. طبيعي تكون في وحدة قاعدة جنبي بالصف، وانا بكل وقاحة بتذكر اني قلت لها قومي بدي قاعدة اكل جنبي، واكيد هي قامت، ما حدا بيقدر يعرض لي كلمة. بالحقيقة ما بعرف ليش قامت، كان فيها تقلي لا. لكم ان تتخيلوا بابا وماما بالبيت بهالاثناء وكل الافكار المرعبة اللي خطرت لهم، وانا قاعدة مع جيمي بالصف مروقين وعم ندردش. لما دخلت الأنسة اللي عنا واللي هي الأبلة أو الأستاذة زي ما بيقولوها بسعودية، حتى أني بتذكر اسمها بما أنها كانت أول أنسة إلي بالحياة، كان اسمها دعد. لا تسألوني شو يعني وليش، لأني ما بعرف، كان اسمها هيك وخلص. طبعا الأنسة دعد شافت جيمي وكانت زي مين هاد اللي جايب البيجامة. بالواقع سألتني مين هاد اللي جايب البيجامة بما أني كتير كنت فخورة فيه والفخر واضح ويشوع من حولي، وبكل فخر قلت لها هاد أخي جيمي. ها بعدين هي قالت أوكي وعادي بدأت الدرس ولا كأنه في شي غريب. شكلها كانت من النوع المتفاني في العمل رغم العوائق. بتذكر بكل وضوح لما بدأت تسمع لنا واحد واحد جدول زائد. ما في جدول زائد؟ ليش في جدول ضرب ما في جدول زائد؟ لشو هالعنصرية ضد جدول زائد؟ لما وصلت لعندي سألتني سؤال تافه ما بتذكر كم كان وقتها. طبعا ارتبكت ولا عرفت جواب لأني طول عمري عبقرية بسم الله علي. على أساس بتعرفي هلأ تجمعي 4+6. المفاجأة والشي اللي ما كنت راح أتوقعه ولا أتخيله بحياتي كلها، إنه أخي اللي أصغر مني واللي جايبته أنا ومفضل عليه إني أخته العظيمة، سألت الأنسة الشي زي 3+7، وهو جاوب بكل دهاء وحكمة 10. لا ما عدت العصبية أنا عم بكتب الناس. بعد الحصة الأولى على طول بابا تدارك الموقف واكتشف إني أنا اللي خطفت أخي، وإجا على المدرسة علشان ياخذهم بين أحضاني. كنت كتير زعلانة لأني كنت بدي يضل أكثر. لهاللحظة أنا وأهلي بنحكي بهالقصة ومنتذكر قديش كنا مشاغبين أنا وإخواتي إحنا صغار. هاي كانت نهاية قصة خطفي لأخي صغير، واحدة من كتير قصص من شيطانتي أنا وصغيرة. في عندي كتير قصص أحكي لكم إياها، وشكلي رح كتر من وقت القصة. كلياتنا إحنا وصغار عملنا أشياء عفوية، ولما كبرنا بنتذكرها وإحنا عم نلطش عنا كفوف من الإحراج. بس بالواقع مالي ندمانة أبدا على هداك اليوم. وبالمناسبة أنسى دعد، مالي نسياني ابدا لما قلتي لبابا انه جيمي حيكون اذكى مني. شكرا على رفع المعنويات. اوكي يمكن يكون اذكى مني بشي، بس برضه لو لسه ما انضميت لليونيك تيم احلى تيم فيك يا دنيا، سبسكرايب للقناه وانشروا الفيديو لو عجبكم عشان تدعموني وتخلوني انزل كتير فيديوهات. شكرا لكل اليونيك تيم اللي تابعوني. كانت معكم زهراء يونيك، سلام عليكم. وقتها كنت بالصف الأول الابتدائي وكنت روح على المدرسة ومدري شو خطر عبالي هداء أوكي لو لسه ما انضمي